هناك اختراعات عجيبة غيرت مسار الإنسانية. من بين هذه الاختراعات العجلة أو الدولاب، حيث عرفت في عصر الحضارة السومرية بالعراق، وذلك منذ 5000 سنة قبل الميلاد. وكان استعمالها الأول في صناعة الفخار كأقراص التدوير. ووصلت العجلة أو الدولاب إلى الهند وباكستان في 1004 قبل الميلاد، ووجدت رسومات لعربات ب4 عجلات ومحورين في بولندا تعود لعام 3500 قبل الميلاد. واستخدمت العجلات في الصين، وكانت عربات ب2 جرهم وحصان، وذلك في عام 1200 قبل الميلاد. إن كلمة دولاب تتألف من مقطعين وهما دولا وتعني الإناء، والمقطع الثاني آب ويعني الماء، وذلك في اللغة الفارسية، حيث كانت الناعورة تدعى بالدولاب، وحيث كانت تستعمل للسقاية، حيث كان هذا الاكتشاف أعظم الاكتشافات العلمية بحق، والتي غيرت من مسار الإنسانية لنصل إلى ما أصبحت عليه العجلات من سيارات وشاحنات وطائرات، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد. شكرا لحسن المتابعة، المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.